النهارده اخترنا لكم بعض الصور. هذه الصور لسيدة فلسطينية عملت فن مختلف، فن جميل، استخدمت العبوات الفارغة من القنابل اللي يعني ممكن نقول عليها بقى ايه، قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني بتهاجم بيها أهلنا في فلسطين. هذه السيدة جمعت هذه العبوات الفارغة وبدأت تعمل فيها، تعملها يعني زي زرع كده، تعملها قوارير لزراعة الورد من عبوات القنابل. أعتقد إن هي يعني ما أحسنها من رسالة وما أعظمها من رسالة للعالم، إن إحنا يعني أتمنى إن دي، طبعاً الصور دي حازت على شير ولايك كتير جداً، لكن أنا أتمنى من الجمهور المصري والعربي إن هو يحاول يزود كمان الشير واللايك للصور دي تحديداً، عشان كل العالم يعرفوا إن الإسلام دين سلام، دي من ناحية، والناحية تانية يشوفوا معاناة الشعب الفلسطيني وإزاي بيقابلوا يعني قنابل قوات الاحتلال الإسرائيلي بورود بتزرع في هذه القنابل. دي كانت الصور معانا النهاردة في فقرتنا في السوشيال ميديا، وبنوه طبعاً عن حضراتكم النهاردة.